اول جادجت لكن اللي هنبلش فيه اسمه سبين بود. سبين بود مثل ما اسمه بيعني اول شيء هو حيكون مثل حيلا دوكينج سيت للايفون 4S 5، والغريب انه كمان هالدوكينج سيت بيمشي على اندرويد. هاي اول مره انا شخصيا بكون عم بحكي عن جادجت دوكينج ستيشن، يعني فيكم تحطوا عليها التليفون، ممكن يكون عم بيشرج، ممكن تكونوا عم تسمعوا منه موسيقى، وبنفس الوقت كومباتبل هالديفايسز اللي هن كثير بيتناقضوا مع بعضهم. يعني هلا الفكره من وراء هالكونسبت غير انه رح تكونوا مثل باقي كل الديفايسز، تكونوا عم تسمعوا منه موسيقى، يا اما تكونوا عم تستفيدوا يمكن من البطاريه الموجوده داخله. الهدف الاساسي من وراء انه رح يكون عم بيبرم لحاله، تقدروا تاخذوا بانوراميك شوتس بطريقه كثير افيشنت. اليوم اوكي كل الكاميرات على السمارت فونز تبعنا صار فيهم هالاوبشن ونقدر نصور بطريقه بانوراميك، وبنعرف حتى كل يلي يعني وقت عملوا ابديت للايفون قبل ما يصير في الفايف والفور، لا بالفور اس بعتقد، وقت نزلوا هالابديت للسوفت وير صار فيه البانوراميك شوت كل الناس كانوا عم بيصوروا فيها. بس المشكله الوحيد يلي على طول بتوقعوا فيه وقت تكونوا عم تستعملوا هالابلكيشن، يا وقت تكونوا عم تستعملوا هالفيتشر، هي انه كثير اوقات بنكون عم نصور نفس المحل، يا اما اذا رجفت شوي الصوره وقت يكونوا عم بيجمعوا لكم اياها لهالبانوراميك شوت بتحسوا انه هيك اذا عم تصوروا بحر، يعني انه الموج صار كثير عالي من ميله والثاني ميل صار كثير واطي، بتبين شوي انه ايدكم كانت عم تهز بالصوره. بهالصوره اللي عم تشوفون هون اول شيء عم نلاحظ هون الكومباتبل ديفايس يلي هو سوري ما حطيت لكم صوره عن الاندرويد، فضي العبر عنا يعني، وغيرها حتى ممكن انه مش بس تكون محطوطه السمارت فون، فينا نعملها مثل نزيد لها الترايبود يا اما هالستاند يلي ممكن ينوصل على هالديفايس لتحطوا عليه كمان جادجت ثاني، مثل هون عم نشوف ان اكشن كام جو برو بعتقد، لتقدروا كمان تكونوا عم تصوروا فيها. هلا كيف بتشتغل هي؟ وقت حطوها على هالدوكينج ستيشن بالكعب مثل ما محطوط هالديفايس، فيكم تكونوا عم بتعايروها قد ايه بدها تبرم. يعني الهدف الاساسي وقت كنا عم نصور بانوراميك بيكتشر انه ما نكون عم نهز، وبدنا نعرف نكون عم نبرم لناخذ لاندسكيب يعني نحن بحاجه انه نكون عم نصوره. فهون هالروتيشن بتصير اوتوماتيك، بتعايروها وبتصير تبرم لحالها. هاي رولا صباح الخير. صباح كيفك اليوم؟ انا كثير منيحه كثير منيحه وكثير متفائله ايه دائما بحاول اكون لك، في ايام هيك في ايام هيك، ما بعرف اذا هرمونات بس بس اليوم من الايام المتفائله جدا. هي اتس ا جود داي، لك مع هيك بدايه وهيك مفاجاه ما في الا ما اتفائل. اجاني كادو عند الصبح طويل تبقى طول كل يوم كادو، كادو معنوي. شكرا كبير لمخرجنا اللي كان المرسل. فهالكونسبت اللي عم نحكي عنه اليوم رولا هو بتحطي عليه التليفون مثل ستاند للتليفون بكل بساطه، هيك اذا بدي بسيط كل الاساس ليلتون، يعني هو ستاند للتليفون بتحطوا عليه وبتعايروا الفراكشن اوف سكندز، يعني بتنقوا انتم اذا بدكم نص ثانيه او مع كل ثانيه او مع كل ثلاث ثواني يبرم هالتليفون ليكون عم بيخدكم هالصوره المتكامله بدها تصير البانوراميك شوت. هما اللي بنعرف انه كثير اوقات ممكن تاخذوها انه 360 ديجريز انجل وتستفيدوا من فيو كثير حلو بيكون عندكم اياه من دون ما تنتزع الصوره، من دون ما تكونوا عم تعيدوها مدري كم مره لتزبط، تبرم لوحدها، هي بتصير تبرم لحالها. والادد فاليو تبعي اللي كنت عم بقول انه هيك رح تحملوا هيك غرض معكم رح تتلبكوا وتحملوه، يعني بتبرم بشكل مستمر او نحن بنقدر، لا هي بتبرم بس تاخذ صوره، يعني يا اما 180 ديجريز يا اما 360 ديجريز انت بتكون عم تنقيهم. بس الحلو فيها انه بتنقوا انتم، يعني اذا بدي يصير غير كل شوي شغله من لوكيشن للثاني في الا مثلا تبرم كل خمس ثواني، فهون عندكم وقت انه يمكن تغيروا بالسيتنج تبع ثاني صوره قبل ما يبرم التليفون قبل ما يلتقط هالصوره. اذا احداث سريعه او بطيئه عم بتصير من اكزاكتلي فيك تتحكم فيها، فيك تتحكم فيها بطريقه هي حتكون اوتوميتد. وهون كمان عم نشوف انه كيف بيركب لها ستاند ثاني اذا بدكم، اذا نحن شوي كثير اكستريم يعني. بس الشغله اللي انا حبيتها فيها انه as one of the sample pictures انه الصوره حتطلع جلسه مش حيصير معكم هالمشكل فيها. الفكره اللي انا حبيتها فيها لانه مش بس رح تكون انه عم تعطيكم هالبانوراميك شوت يا اما عم تساعدكم لتكونوا عم تلتقطوا الصور اللي انتم بحاجه لهم، انما كمان لا هي حتعطينا القصص يلي اوريدي اليوم كل الدوكينج بورتس بيعطوك اياهم، من انه تشارجي بطاريه التليفون تبعك، تسمعي فيها موسيقى اكثر من وظيفه يعني، وسبيكر اكثر من وظيفه، يعني هن هول ثلاث القصص يلي اكثر شيء كومن بهيك جادجتس. فزدوا للفكره انه اوكي فرد مره الحين وحطينا هالتليفون عليها خليها تبرم، وبنعطيهم الادد فاليو انه تعايروا قد ايه بدكم السرعه يلي عم يبرم فيه التليفون، وتلتقطوا الصور يلي هن حيكونوا بطريقه بانوراميك مثل ما عم نشوفهم هلا. حلوين هالمشاهد. للعالم يلي ولا مره جرب ياخذ، للناس يلي ولا مره جربوا ياخذوا بانوراميك شوت بالتليفون، جربوها هلا بس هيك بالبيت، برموا التليفون هيك بتفهموا شوي قصدي اكثر ليه مهم هيك 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 يعني جادجت. شو بالعرض؟
بالعلي هي ليه لأن بتكون عم بتصوري حتى يمكن يكون مش على قصة التليفون كيف بيكون يعني إذا كان بالطول يا ما كان بالعرض ما حتفرق بس هي الفكرة لأن بدك تبرمي كل الوقت فلا تزبط الصورة كلها وتضل جلسة بيك ما تكوني عم بتهزي أبدا يعني وكثير أوقات التليفونات بيعطوكم مثل زي هيك لتضلوا ماشيين عليه لتركزوا يعني فيجولي أنتوا عم تبرموا التليفون إنه لازم تخلوه على هذا المستوى على هذا الليفل لتزبط الصورة وتطلع كاملة يعني لأن أعطيكم إكزامبل هالصورة لو ما كنت عم تصور بهالجادجت في كثير من يعني الشخصين الموجودين على شمالكم من الشاشة أكيد كانوا حيكونوا أعلى يعني فالشخصين اللي قاعدين لحالهم حيكونوا كانوا اعلى يا اما الايد بقت انا بقول بفضله ما يكونوا بالصوره بما انه ايه اذا لوحدهم من زاويين يعني استولة كبيره ما بتساعد حلو نروح على ثاني كونسبت هالتقنيه افضل للمشاهد الطبيعيه ديبندز حتى اذا جمع حلوه يعني ات وود بي جود ات وود بي جود نروح فوق بالاستوديو مع يلا. زميلك امين لما نجتمع كلنا فوق تنشجعه تاني جادجت اللي هنحكي عنه رولا هو هالكونسبت اللي عم نشوفه هون يلي هن الارمه التقليديه اللي نحن بنعرفها بنلاحظ انه التكنولوجي دخلت على كل شيء ولكن بعد بنلاحظ انه اشارات السير يمكن بعضهم مثل ما هن بنلاحظ هالارمات التقليديه اللي بيعطونا دايركشنز بيعطونا انه المعلومات كيف فينا نروح بالاتجاه المناسب حسب المكان يلي نحن حابين نروح عليه بعدها الديزاين التقليدي يلي هي يمكن هالحديد الواقفة والارمه بتدل على الميل اللي انتم بتروحوا فيه على الاتجاه اللي انتم بتروحوا فيه شو الجديد اليوم صارت كلها ديجيتال صارت ديجيتال بطريقه كثير حلوه ليه لان حتكون كاستمايزد حتكون مخصصه لكل فرد منكم كيف يعني رح بلشكم بهالصوره اول شيء هالستاند التقليدي اول شيء صار فيه انترنت وصار فيه كهرباء وصاروا هالارمه يلي كانت حديد ويلي كان مكتوب عليها يعني ومطبوع عليها اليوم صار كلها LED lights وبتعطيكم كل شيء مكتوب بطريقة أكيد ديجيتال ليش عملوا كل هالكونسبت؟ لأن كتير أوقات وقت تكونوا مسافرين ببلد معين توصلوا يمكن إذا الإنترنت مش موجودة على التليفون ما فيكم تكونوا عم تستعملوا جوجل مابس يعني ما غيرون لأن لازم يكون في كونكشن أونلاين فبتوصلوا بتكونوا تعرفوا شو أقرب محل كوفي هاوس محل فيكم تروقوا فيه يمكن أتراكشن سايت بالأخص يعني معكم إذا واقفين على الإشارة أو حتى يمكن أنتوا ماشي على الطريق يعني بتوصلوا بتنقوا أي وحدة من هولي suggested items اللي هن هون بالصورة هن samples يعني هن أكيد حيكون في أكثر هن موجودين خمسة كوفي breakfast اخر واحدة ما عم فيها ليها تصور شي هوتيل فيها أو عن نشاطات موجودة يعني ريجاردلس الأساس انتو تكون ياها أول ما تكبسوا عليها لحالة حصلتنا هون يعني لا فينا نشوفها على غير صورة لحالة وقت تنقوا واحدة من هالكبسات رح يكونوا هالساينز اللي موجودين فوق عم بيتحركوا بالاتجاه المناسب ليدلوكم على أقرب الأماكن يلي حتكون موجودة حواليكم بحسب الاختيار يلي أنتم بحاجة له. بس ما فهمت بدنا ننزل من سيارتنا ونكبس الزر. أنت حتكوني عم تمشي إذا كنت مسافرة لنفترض مش أخذ تاكسي وعم تتمشي. توصل عليها. هون ليش؟ لأن حتى فينا تكون إنه بتقلكم شو في كونسرتس موجودين حقكم مشان كنا عم نقول suggestions exactly بتقلكم وين عم بيصير هذا الكونسير هلا إذا كنتوا رايحين عليه مثلاً وضايعين فيكم تكبسوا وبتعطيكم إنه في عدة كونسرتس اليوم موجودين بهالمكان. هيدي كتير حلوة للمهرجانات الصيفية للمهرجانات الصيفية يا ما أنا بتعرفي كتير حبيتها ليه لأن عن جد وقت الشخص الفرد بيكون مسافر وبده عن جد بيسأل عن شغلة أما يشوف شو في محل كوفي هاوس حده ولا ممكن يلاقيه من خلال التليفون إلا إذا كان في هوت سبوت يعني إذا كان في محل حده عم بيعطيه إنترنت في يفوت على التليفون ينبش على جوجل أو بده ينزل ويسأل حدا بمكان الطريقة التقليدية اللبنانية ولكن هون شو بيصير بتعرض المعلومات اللي أنت بتطلبها للحظات وبترجع لا بتعطيك إياهم ولا يرجع يجي شخص ثاني يكبس عليها يعني بيتغير وهالساينز يعني دي روتيت يعني مش حيضلوا فيكست باتجاه واحد يعني بيضلوا يبرموا ليدلوكم على المكان يلي انتم طلبتوا تكونوا عم تعرفوه ولا تقدروا تروحوا عليه واحلى من هيك رولا انه كمان اتس كونكتد للسوشيال ميديا ليه ممكن انه هيك كونسبت يكون كونكتد للسوشيال ميديا لان اذا انا اليوم يمكن عم بحكي انه في ايفنت عم بيصير بهذا المحل يا اما انخلق ايفنت على فيسبوك عم بيقولوا انه هالمكان رح يكون عم يعمل هوستنج لهيدا الستار مثل شفنا برونو مارس وغيرهم هالشي كمان رح تكون هالماشين عم تقدر تستوعب هالكونسبت يعني تاخذ هالداتا انبوت من السوشيال ميديا لتقدر دغري التيميتلي بفتره كثير قصيره يكون عندها هالمعلومات تقدر تزودها لكل الناس اللي هن بحاجه يكونوا عم بيستعلموا عنها يا ما يكونوا عم بيعرفوا عنها كونسبت انا شخصيا كثير حبيته انا حبيته بس انا كنت بفضل لو المسؤولين عن هالارمات هن اللي بيعرضوا المعلومات اللي كلنا ممكن نكون بحاجة لها بهالمكان بالذات بهالوقت بالذات يعني الداتا بتكون ستورد يعني فيها مسجلة يعني كل شيء بالمنطقة يمرق بتسلسل
بتسلسل بتصير يضل واقفه وناطره الشغله هون اتس مور كاستمايز ليه لان الشخص اللي بده المعلومات بده اياها بيكبس وبياخذها فما بدي شيء اكثر ما بدي اخذه بهالمنتاليتي يعني اند ذاتس ات رولا اتس ا لوفلي كونسبت اي حلوه كثير الفكره بس بستبعد كثير انه توصل لعنا بهالقرب اولا لانه بعد ما بنعرف شو يعني اشاره سير تمشي بدها كهرباء بنكمل لسه طويل ما معنا وقت للاسف ثانك يو الي بنشوفك بعد كم يوم